أهلين يا بنتي، صباح الخير. في شي عمو؟ لا ما في شي. أي في شب هيك أبيضاني مربي سكسوك يسأل عليك. إيه وما قال شو اسمه؟ ترك لك كرت هنيك وقال لي ارجع. سامح الداكشلي وكيل مبيعات أدوية. يا سيدي مثل ما بيقولوا، يلي مثل ما تعوا لعنا. أنساك يا عمي. إيه عمو. كيف الست الوالدة؟ الحمد لله، تسلم عليك. والمحروسة أمان؟ كمان بتسلم عليك. إيه الله يسلمك. إيه عمو، قل لي. أمر الدكتورة. إيه هذا الأستاذ سامح. شلو شكله؟ أنا سامح. صاحب الكارت وكيل مبيعات الأدوية. إيه مثل ما قلت لك، يعني شكله عادي هيك، يعني أبيضاني. شو؟ إن شاء الله يكون صاحب النصيب. والله ما بعرف يا عمو، لنشوف. دكتورة حكمان، اعتبريني بمثابة المرحوم والدك. لأكيد عمو. بدك تتنازلي شوي، عرسان الأيام صايرين قبل نادرة. بعرف يا عمو بعرف، إن شاء الله بصير خير. إن شاء الله. ها؟ هاي العريس شرف. السلام عليكم. سامح الداكشلي، وكيل مبيعات أدوية عامة ومندوب 14 شركة تجميل أوروبية. أهلا وسهلا أستاذ سامح. بقلي حضرتك رح تشرفنا اليوم المساء على البيت. الدكتورة حكمت حتما. ما شاء الله ما شاء الله، وكان كتير حلو. أنا فيك تعتبري زيارة المساء زيارة رسمية. ما شاء الله كتير، يعني هو فيك تعتبري هاي الزيارة زيارة تمهيدية. تفضل افتح لك. أهلا وسهلا، تفضل تفضل. يعطيك العافية أخي، يعطيك العافية. الحقيقة إنه في شيء كتير كتير مميز بالصيدلية، تحديدا إنه يعني الواحد بيحس إنه في شيء خطير. يعني مثلا هذا منيح بس ممكن تصير بشكل أفضل إذا بنحطها هيك هيك، مو أحسن؟ أحسن أحسن. لا بس مميزة الحقيقة، إنها صيدلية مميزة. أستاذ سامح، يعني بس سؤال، الهدف من زيارتك إلنا اليوم على الصيدلية يعني كرمالي، كرمال الصيدلية، كرمال الأدوية، ليش هو؟ كرمالكم أنتوا اثنين، يعني كرمالك ما شاء الله كرمال الصيدلية. حتى أنسى حكمت بالنهاية المواضيع مرتبطة ببعضها. ما شاء الله باين المكتوب من عنوانه. شو تفضلت أستاذ؟ سلامتك، عم بقول تفضل ارتاح. ما في داعي. اوكي فرصة سعيدة وان شاء الله نلتقي مساء. يعطيك العافية اخي. ابدي طولي بالك دكتورة، ما بيسوى هيك، خلينا معه للاخر. هذا حكي لك سعاد؟ كأنه حكمت مو بنت اختك. كأنه ابني حكمت مو ابن اختك. بيهون عليك لك اختي، انا ابقى وحدانية بعد ما طفشتوا لي ابني بسبب انزعت بنتك بسلامتها. كم مرة حاولنا انا وانت نوفق بنتي حكمت على ابنك حكمت وما صار نصيب، ولا نسيتي؟ لا ستي ما نسيت، بس بتضل بنتك حكمت مأنزعة. دخلك شو ابني حكمت ابن خالتها عرق عينها؟ اختي كل شي بصير بالزور الا الزواج، ما بصير الا بالتفاهم، مزبوط؟ ايه الله يسامح اللي كان السبب. بشو؟ يلي نصحك تسمي بنتك حكمات على اسم ابني حكمات. لك يا وداد ليكون هذا السبب ما عم يتوفقوا. حاجتك كلام سخيف يا سعاد، انا سميت حكمات على اسم امنا الله يرحمها. ايه وانا سميت ابني حكمات على اسم امي الله يرحمها. انت سميتي وهو ولد، واما كانت ست مشان هيك بدل غلط من عندك. هلأ هذا اللي طلع معك؟ لكان هلأ وبعد كل هالعمر جاي تعاتبيني ليش سميت بنتي حكمات؟ لك اختي عم بشكي لك وحدتي، بعدين بنتك حكمت لهلأ ما كانت تتجوز، ولك مو مشكلة هاي؟ اختي الجواز اسمه ونصيب، ولما بيجي النصيب ما حدا بيرده. عن اذنك اختي بخاطرك بدي لحق الطبخ، صارت الدنيا الظهر، باي.
مرحبا يا حلو. قلنا مرحبا. حكينا بخد الغلة. ليش معك غلة حتى أخذها؟ شفتي شلون بخليكي تحكي؟ هلأ هيك كل مرة بدي أقضيها ساعة حتى تشبعي. الله يطعمك تصيري سنة خامسة حتى تعرفي العذاب اللي عم تعصف. اللي بيسمعك بيقول يا لطيف قديش ملتزم بمحاضراتك. على كل أنا آسف يا أحلى خطيبة بهالبلد. لك قوم قوم بلا فضايح، أصلاً هذا يلي شاطر فيه. رح تضل هيك بس نتجوز؟ طبعاً لا، وقتها رح قلك يا أحلى زوجة بهالبلد. إيه لنشوف. صحيح قلت لك إني حكمة إجاها عريس؟ كمان؟ يا ستي، يعني هو لوين رايح؟ مين هاد؟ العريس الجديد؟ لك شو بعرفني يروح مطرح وما بده؟ لا حكمة تفتحي شوي، يعني مو لوين رايح، يعني شكله بيشبه مين؟ ديما عندك مصطلحات بدها حلم الله، شو مين بيشبه يعني؟ يا ستي ما بيشبه حدا، سبحان اللي خلقه، بعدين هلا الشغلة شغلة مين بيشبه؟ لك يعني بعرف انه مو الشغلة شغلة مين بيشبه، بس انه يعني الشكل والحضور مهم. هلا انسي لي الشكل. ايوه يعني مو حلو. طيب شو بيشتغل؟ مدير مبيعات ومفكر لي حاله مدير بنك. يا ستي مأنزع وشايف حاله أكثر مني بمليون مرة. سؤال، شو كل هاد عرفتي من دقيقتين؟ ولو يا ديما ما حلنا يصير معنا خبرة. قلتي ألو. أي ماما خير إن شاء الله؟ لا كله خير ماما. عاصم أفندي عندك؟ إيه طبعا عندي، وين بده يروح؟ أعطيني إياه شوي لك. يا ماما يا حبيبتي، عمو عاصم عم يشتغل عنا بالصيدلية، يعني صيدلاني. يا ماما ما له خضري ولا بيع لبن. شو هالحكي ماما؟ إذا عاصم أفندي ما جاب لي هالكم غراض، مين بده يجيب لي إياهم؟ حضرة جنابك؟ طب يا حبيبتي ما أنت بتعرف إنه أنا مشغولة هون بالصيدلية وبالأدوية تبعتي. فإذا ماما بدك تدغري عن جد صرت استحي من هالرجال، يعني ما في يوم إلا وعم نسخره. أنت ما عليكي، هو مبسوط. يا ماما أنا بحكي معه خلص، خلص اتركيني بشوف شو بدي صار. إذا الماما الله يسلمها بدها شي غرض من السوق أنا جاهز، ولا يهمك. تفضل. ألو ألو، أهلين ست وداد، تأمري. شو قررتي؟ بشو؟ لا خلص رح خليه هو يجيب لها الأغراض. شو وين بتخلي؟ شو بتصير؟ عم تحكي شو قررتي مشان العريس؟ نعم والله ما بعرف يا دمدم، خلص لا يجي بحلها الله. نعم هيك أحسن شي. حتشوفي يعني؟ إيه مشان ما يعني شايفي حالك ها؟ زبط زبط ما زبط خلص. سلام باي. حاضر 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 ست ويدار، انت بتأمري فورا يا رب.